بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على حبيبنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. غزة العزة محنتها هي بلاء وابتلاء، بلاء يتحمله إخواننا، وابتلاء لرفع درجاتهم عند الله تعالى، وهو أيضا ابتلاء لنا، ابتلاء لنا نحن، ليميز الله تعالى من يقف مع إخوانه المرابطين ومن يثبطهم ويفت في عضدهم بإلقاء عياذا بالله ما يشين هذا العمل الطيب الطاهر، لا إله إلا الله. فكانت غزة فرقت وميزت بين الصادقين في كل مجال وبين الكاذبين الذين كانوا فقط يرفعون الشعارات. فلما جاء الجد، وكما يقال عند الامتحان يعز المرء أو يهان، إذا بهم ينفلتون ويزوغون وتزل أقدامهم، فنسأل الله الثبات. في مجال اللعب، في مجال اللعب، لعب كرة القدم، أنور غازي هذا مغربي يحمل الجنسية الهولندية، جنسية مزدوجة، لاعب في نادي لكرة القدم في ألمانيا في بداية ما يسمى بالطوفان، وبعد أن بدأ أعداء الله تعالى في مهاجمة غزة وإمطارها بوابل من النيران لم يشهد له التاريخ مثيلا، وأدى فيما أدى إليه لموت الكثير من الأطفال والنساء والمدنيين، لا يفرقون بين عسكري ولا مدني، المؤسسة كلها قصفت، فخرج بتدوينة يدعو فيها إلى وقف القتال، وأن هذا أمر مشين، والتدوينة موجودة الآن. هنالك قام النادي، وهذه الأندية دائما تتتبع هؤلاء، وخاصة المشاهير الذين لهم أتباع كثر، وخاصة في أكثر لعبة شعبوية في العالم وهي كرة القدم، حتى لا يظهر فيهم من يظهر التعاطف مع المسلمين في هذه البلدان الغربية. فقام هذا النادي بتوبيخه، ثم بعد ذلك كتب تدوينة يقول فيها إن أنور غازي اعتذر، لكن يكتب تدوينة أخرى ويقول هذا الأمر ليس صحيحا، أنا أقف مع هؤلاء، أنا أتضامن مع المظلومين، لا يمكن أن نسكت على هذا الظلم ولو كلفني ذلك ما كلفني. فتمت فصله، قرار بفصله، فلجأ إلى المحكمة، وبعد هذه الشهور الطويلة، الشهر العاشر، تحكم له المحكمة بأن هذا القرار لاغ وغير قانوني، وحكمت له بأن يؤدى جميع مستحقاته الشهرية كاملة، 1,700,000 أورو. فكتب تدوينة أخيرة يقول فيها، في معناها يقول: أشكر نادي ماينز مرتين، المرة الأولى لأنه أدى جزءا مما عليه تجاهي تنفيذا لحكم المحكمة، وأنا قررت، الله أكبر، أن أدفع ثلث هذا المبلغ 500,000 أورو لأطفال غزة. الله، لا إله إلا الله. وأما الشكر الثاني فأشكره كذلك، لأن قراره هذا هو الذي أوصل كلمتي إلى أوسع مدى، فتناوله الإعلام، وخاصة البيئة الإعلامية الجديدة، مواقع التصفي العالمي كله،
فأصبحت معرفا بالقضية من خلال هذا الإجراء لهذا الفريق الذي أنتمي إليه. فيشكره أولا للمال الذي حصل عليه زيد، ثم يتطوع به 500,000 لأبناء غزة، وثانيا لأنه بذلك فعلا فعلا أوصل هذه الكلمة إلى أبعد مدى، لا إله إلا الله. يقول في التدوينة، يقول: أنا إن كنت قد خسرت يعني مرتبي أو عملي، فإن هنالك من تذهب أرواحهم هدرا في غزة، فما قيمة هذه التضحية القليلة بالمقارنة مع تضحيات أولئك؟ بهذا الكلام ثم يقول: لابد من الاستمرار على الثبات على هذا، على الحق، وأن تقف مع الحق حتى ولو كنت وحدك. يا الله، أي موقف هذا في مجال يسيل لعاب كثير من أبناء الدنيا ويبيعون قيمهم ويبيعون دينهم بعرض من الدنيا قليل. قال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي موسى الأشعري: ستكون بين يدي الساعة فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، يمسي مؤمنا ويصبح كافرا. اسمع اسمع، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل في آخر الزمان في هذه الفتن. انظر إلى لاعب يا أخي، هذا ليس شيخ في الأزهر أو خريج القرويين، يا أخي هذا لاعب، هذا في أوروبا، هذا في الغرب، حيث الحياة المادية هي الطابع الغالب، يجرف كل شيء. ألم يقل تعالى: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون؟ ألم يقل تعالى: الذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام؟ إنها حضارة الأنانية، حضارة الغرب، حضارة الاستهلاك، حضارة تشيء القيم، لا شوزيفيكاسيون نتاع كل شيء، كل شيء شيء، حضارة تحكمها نظرية المنفعة، المنفعة لتيليتي. يخرج هذا الرجل من تلك البيئة وفي هذا الميدان له بريق، ويقول هذا الكلام في هذا الزمان. والله إن الأمر ليحتاج إلى وقفة. لا إله إلا الله، محمد رسول الله. ولذلك سأعلق إن شاء الله تبارك وتعالى بشكل سريع. أولا يقول له سبحان الله: كن مع الحق ولو كنت وحدك. يا الله، مبدأ عظيم لو عملت به البشرية والله لعاش الناس في الجنة. لماذا؟ لأن الحقوق إذا ردت إلى أصحابها، فاعلم أن الحياة تصير في الدنيا جنة. ولذلك أبو بكر الصديق قال في أول خطبة: أطيعوني ما أطعت الله فيكم، فإن عصيت الله فلا طاعة لي عليكم، الضعيف فيكم قوي حتى أخذ الحق له. الضعيف فيكم عندي قوي حتى أخذ الحق له، والقوي فيكم ضعيف عندي حتى أخذ الحق منه. هذا هو سلطان الله في الأرض، هو إقرار الحقوق، هو الدفاع عن حقوق من لا يستطيع أن يحصل على حقه. قال عليه الصلاة والسلام: الله، إذا رأت أمتي الظالم ولم تقل له يا ظالم فقد تودع منه. مشاو الظالم الآن هناك وأنت تسبح بحمده. لا إله، بعض اللاعبين مصيبة، عرب مسلمون مصيبة، والله لم يبدوا أبدا تعاطفهم ولو ببنت شفاء. يخشون على ماذا؟ على ما؟ على أرصدتهم. تبا للأرصدة، تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد القطيفة، تعيس عبد الخميصة، تعيس وانتفش ولا وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش، لا حول ولا قوة إلا بالله.
كلام في غاية. ثانيا أقول أنسج على هذا الكلام الطيب للسيد أنور، أقول يقول ابن مسعود رضي الله عنه في قضية الحق، قال الجماعة هي أن تقف مع الحق ولو كنت وحدك. الله الله، فأنت تمثل الجماعة إذا وقفت مع الحق، فأنت الجماعة. لو كل الخلق مع الباطل وأنت وحدك مع الحق فأنت الجماعة عند الله، لأن معك الله، معك الحق، ومن كان معه الحق كان معه ما يريد الله أن يكون معه، ومن كان الله معه فلا يغلب. هذا احنا عندنا دين، هذا كلام بليغ يقوله. هذه المسألة الثانية. ثالثا أنسج على هذه المنوال لأقول إنك تمثل الشعب المغربي كله الذي رفض التطبيع. نعم 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 نعم، فكلامك هو الذي يؤمن به الشعب المغربي. أقول الشعب المغربي، عامة الشعب، أغلبية الشعب المغربي. والدليل هو هذه المظاهرات التي تخرج في كل المدن من كل المساجد لكي تطالب بكنس ما يسمى بالتطبيع. فلا يمكن للإنسان أن يقف مع الظالم أبدا أبدا. لا إله إلا الله، محمد رسول الله. رابعا، في كل مجالات الحياة وفي كل مجال كنت تمارس فيه عملك، هوايتك، لعبك، في كل مجال ينبغي أن تبدي نصرتك لإخوانك حتى في اللعب. كنت دائما أقول لعب كرة القدم أو لا، هذه هي قنوات لتصريف ما يسمى بالقيم والمواقف. الدين مواقف. أراك الناس يحملون على رؤوسهم، يضعون العمائم، ولكن يخذلون ويقولون ليس المجال لكي أذكرهم جميعا. فهنالك من العلماء من تخصصوا في أن يتحدثوا عن كل واحد، خاصة عندما يعلقون تعليقات والعياذ بالله منكرة بشعة. أنا لا أستطيع أن أتتبعهم جميعا، ولكن عباد الله لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا في مجال اللعب، ومع ذلك يسطر هذا الموقف ويقف مع الحق. فسبحان الله. ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. يمكن أن يكون الصادق في لعب، في اللعب صادقين، وهنالك في ميدان الدعوة يمكن أن يكون هناك خائنين منافقين باعوا والعياذ بالله آخرتهم بدنيا غيرهم. اتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه به ولكنه أخلد إلى الأرض، أخلد إلى الأرض، أراد الدنيا، لم يريد أن يستعلي بإيمانه ويقف مع الحق. لا لا، والعياذ بالله. هذه رابعا. خامسا، إن قضية غزة هي امتحان للأمة كلها في كل مجالاتها، فأفرزت في صفوف العلماء وفي صفوف الإعلاميين وفي صفوف الآئمة وفي صفوف الخطباء وفي صفوف الفنانين وفي صفوف كل المهن. كل، الله أكبر، سبحانك ربي سبحانك. وذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام، استحضر الحديث، في فتنة الدهيماء تلطم كل واحد من أمة رسول الله. فتنة واسمها لكل المسلمين، والله لا أراها إلا هذه، فهي التي تلطم وجه كل واحد. كلش لعابة، واللي ماشي لعابة، والمتدينين والأحرار ديال العالم، كلش كلش، سبحان الله. سادسا، كونك يا أخي ياسي غازي مع الحق شرف لك في الدنيا
وليس هنالك شرف أعظم من هذا وفلاح لك في الآخرة إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. وأرجو أن يحذو حذوك الكثير من اللاعبين وخاصة من اللاعبين المسلمين، فأنت صرت قدوة لهم، ولك من الأجر أجرك وأجر من يقتدي بك إلى يوم القيامة. لا إله إلا الله. سابعا، هذه قلت تقويلات، كونك مع الحق كما قال ابن مسعود فأنت مع الجماعة. ثامنا، أنت قدوة للشباب وقدوة خير للشباب، خاصة الشباب الذين أصبحوا يسبحون بحمد الكرة. الكرة أصبحت معبودا، معبودا يعبد من دون الله. أصبح الناس إذا شهد ميادين الكرة مقابلة بحال الريال والبارسا، بعض المقابلات أتتوقف الحركة عند ناسها، أتتوقف الحركة، تعطل حتى الناس الناس راها تموت في المقاهي. ولذلك فأنت قدوة للشباب في حينما تحررت من عبوديتك للشهرة، شهرة، من عبودية الإنسان للمال، من عبودية الإنسان لأنظمة مالية وأنظمة قانونية في الغرب وفي الشرق، فأنت قدوة. والتاسع، دعني أدعو لك، دعني أدعو لك. لا إله إلا الله والحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله. أسأل الله لابني أنور غازي، حتى هذا الاسمية أنت أنور، نور إن شاء الله تعالى ديال الحق الذي تحمله، وغازي، فأنك إن شاء الله تبارك وتعالى لا تهاب أبدا أن تقف مع الحق. لا إله إلا الله محمد رسول الله. نسأل الله بعد الثناء عليه الثناء الجميل والصلاة على النبي الصلاة الدائمة المستمرة أن يثبتك، أن يكرمك، أن يرفع قدرك، أن يجزيك عن هذا الموقف الجزاء الأوفى في الدنيا، وأن يكون جزاؤه في الآخرة رفقتك لرسول الله في الجنة. ثم أسأل الله تعالى سبحانه أن ينالك من دعاء أبناء غزة الذين يدعون لك، يدعون لك، مرابطون يدعون لك، ونحن ندعو لك ونشد على يديك. الله يرحم الوالدين اللي رباوك، الله يرحم الوالدين اللي رباوك، الله يرحم الوالدين اللي رباوك. أيضا أختم بما ختمت به، فأقول إن كان لكم من توجيه في مسألة تسديد البلاغ في أي موضوع أتطرق إليه فأنا أكون جد سعيد للاستماع إليكم وتوجيهي إلى ما فيه خيرنا جميعا. وصلى الله على حبيبنا محمد، والحمد لله رب العالمين.